أقامت رعية السريان الكاثوليك في الأردن أمسية فصحية في كنيسة سيدة الكرم اللاتين في الهاشم الشمالي بعمان. حضر الأمسية السفير البابوي في الأردن المطران ألبرتو أورتيغا مارتن والأب فرح بدر راعي كنيسة سيدة الكرم اللاتين في الهاشم الشمالي والأب فراس دردر راعي الكنيسة الكاثوليكية السريانية في الأردن وعدد من الأخوات الراهبات وجمع كبير من المدعوين والمهجرين العراقيين. واشتملت الأمسية التي أطلق عليها الفجر الجديد على تقديم تراتيل روحية تجسد كل معاني الإيمان والسلام والمحبة التي ينشدها العالم أجمع. اليوم احتفلنا مع شبيبة كنيستنا كورال كنيستنا بريسيتال الأول بالأردن اسمه الفجر الجديد، وكان ريسيتال معبر عن إيمان وتراث كنيستنا السريانية العريقة، وخاصة إحنا كنيسة موسيقية لأنه أبو كنيستنا مار أفرام هو اللي كتب الأبيات الشعر المعبرة عن يسوع وعن مريم العذراء. فإذا اليوم رتلنا معا ونشدنا معا حتى نبقى نقول أنه كنيستنا تبقى شاهدة وشهيدة حتى في المهجر، حتى في الضيق، حتى في الألم، نبقى ننشد على أوتار هذه الحياة القاسية المؤلمة حتى نزرع الفرح والسلام والإيمان في ربوع كل الأشخاص وكل المجتمعات اللي نبقى نعيش معاهم.